البارحة صرح احنا قبل سائد بالإعلام أنه أكو اتفاقية بين النظام السابق نعم والحكومة نعم التركية. هذه يتذرعون بها دائما يعني. البارحة وزير الخارجية وهو الناطق بلسان الحكومة العراقية صرح بشكل واضح وأمام مجلس الأمن الدولي أنه لا توجد أي اتفاقية ملزمة للجانب العراقي بتواجد القوات التركية. يعني كله كل ما قيل هو عبارة عن كذبة سوقتها كذبة كبيرة. هذه ثانية، حتى لوزان، هذه اتفاقية لوزان اللي يتحدثون عنها أيضا نفى وجود أي 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 بند يعطي حق لتركيا بالتواجد أو لأخذ قطعة من أراضي العراق بعد عام 2023، وهذا ما سائد بالإعلام يعني للأسف الشديد. احنا بحثنا مصادرنا من خلال كثير من المصادر، ردنا نلقينا فد سند قانوني يعطي الحق للأتراك بأن يتصرفون بهذا الشكل، ما لقينا الحقيقة.